لما عرفت مثل غيري أنه العلاقات بين السعودية ودولة تايلاند منقطعة من أكثر من 30 سنة حتى هذه اللحظة، توقعت أنه السبب موقف سياسي معين أو شيء قريب من كذا، لكن ظهر لي بعد فترة أنه السبب جريمة سرقة جرت وراها أحداث عنف واغتيالات دموية رعتها الحكومة والنظام في دولة تايلاند وما انحلت حتى هذه اللحظة. البداية كانت في شهر يوليو من عام 1989، لما غادر الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه قصره مع عائلته متجه إلى خارج المملكة. طبعا القصر كان يعمل فيه مسؤولين عن الصيانة وأجهزة الإنذار وعدد كبير من العاملين داخل القصر، وفي أحد الأيام كان الفني المسؤول عن إصلاح جهاز الإنذار فلبيني الجنسية، كان يعمل على تحديث جهاز الانذار وكان يغير الرقم السري، فدخل عليه في احد الايام عامل تايلندي يعمل في نفس القصر اسمه كرانكراي تشيشمونغ. كرانكراي قاعد يتكلم مع العامل الفلبيني بشكل طبيعي وقاعد يدخل معاه في سواليف وفي كلام عام، وعينه على جهاز الانذار وعلى الارقام السرية اللي قاعد يحدثها العامل الفلبيني. في احد الايام دخل على القصر بعد ما غادروا جميع الموظفين وعطل جهاز الانذار، ودخل وتسلل الى داخل القصر لين وصل الى داخل غرفة نوم الامير فيصل. دخل وفتح الخزنة وبدأ يطلع المجوهرات اللي في داخلها، وفي نفس الوقت كان داخل هذه الخزنة الماسة الزرقاء. الماسة الزرقاء اللي تعتبر من اندر انواع المجوهرات واللي قيمتها تزيد عن 20 مليون دولار ومن عيار 50 قراط. بدأ العامل كرانكراي وياخذ 5 خواتم الماس ويلصقها على جسمه باستخدام شريط لاصق، يجيب الشريط ويحط الخواتم الالماس ويلصقها على جسمه، وبهذا كان الاسلوب ماشي في اليوم الاول. اخذها بعدين وحطها داخل اكياس ومعدات تنظيف. يقول كرانكراي باعترافاته بانه ما قدر ينام في ذيك الليله لانه ما سرق كميه كبيره، وحس بانه كان لازم يرجع في اليوم الثاني، وبالفعل ظل يتردد على الخزنه الى ما فرغها بالكامل، وبعدها نقل المجوهرات هذه الى مستودع مجاور من القصر، ومن ثم اخذ هذه المجوهرات وشحنها داخل اغراض شخصية تخصه، وبدأ بهذا الشكل يرتب ويعد الى السفر ومغادرة السعودية بدون عودة، متجه الى تايلاند، وخلى معاه 20 كيلو حملها معاه الى المطار متجه الى تايلاند. كان اكبر تحدي يواجه كرانكراي انه كيف يمر من الجمارك التايلندية، ولكن كانت فكرة بأنه يكتب على مظروف ملاحظة بأنه هذه الشحنات تحتوي على مواد إباحية خاصة، وفي داخل هذا المظروف مبلغ 280 دولار. ونجحت هذه الخطة لحسن حظه، ومر من المطار ومباشرة اتجه على المكان اللي يستلم منه الشحنات البريدية، ومن هناك توجه مباشرة على قريته وراح على بيته ودفن هذه الشحنات البريدية داخل حديقة في نفس بيته. ومن هذه اللحظة بدأ يبيع من هذه الشحنات بالتدريج لين صار معاه مبلغ 120 ألف دولار. وفي شهر نوفمبر رجع الأمير فيصل مع عائلته ودخلوا إلى الغرفة واكتشفوا أن الخزنة مسروقة بالكامل. بلغوا السلطات، وبدورها السلطات بادرت بالبحث عن الجاني، وكانت كل الشكوك تدور حول العامل التايلندي. وهنا تم التواصل بين الحكومة السعودية والحكومة التايلندية، وبادرت الحكومة التايلندية في البحث عن هذا العامل، وبالفعل قبضت عليه واعترف بجرمه، وحكمت عليه الحكومة التايلندية ب5 سنوات سجن. وهنا سلم طبعا كرانكراي المجوهرات المسروقة بالكامل، ومن هنا بدت قصة جديدة من أعمال العنف والدم والاغتيالات. وكل شخص يبغى يكشف الحقيقة ويوصل إلى الأشخاص المستفيدين من هذه المجوهرات ينقتل في ظروف غامضة، وتحولت العاصمة التايلندية بانكوك إلى مصيدة للموت. البداية كانت من مقدم الشرطة التايلندي المقدم كالوار كرديت اللي اعتقل العامل التايلندي كرانكراي. كالوار هذا كانت مهامه بعد ما يلقي القبض على كرانكراي يحصل على المجوهرات هذه ويسلمها إلى السعودية. بالفعل أخذ المجوهرات وفي طريقه إلى المطار وقف على جنب وبدأ يبدل المجوهرات الحقيقية بمجوهرات مزيفة بالتعاون مع شخصيات سياسية وأعوان له في الشرطة التايلندية، واتجه على السعودية وبدأ يسلم
يسلمهم المجوهرات. في هذه اللحظة اللي بدأ يسلم فيها المجوهرات، من هنا اكتشفت السلطات السعودية بأنه هذه المجوهرات اللي سلمها كالور مجوهرات 80% منها مزورة والباقي مفقود. بدأت السعودية تشعر أنه في تلاعب في هذه القضية، وفي أطراف قاعدين يحاولوا يخفوا الحقيقة عن أعين جميع الناس. بعدها بفترة ظهرت زوجة أحد كبار المسؤولين التايلانديين وهي تلبس أحد المجوهرات المفقودة، ومن هنا بدأ الجميع يشعر بأنه في شخصيات سياسية وبأنه في كبار الضباط منتفعين من هذه القضية ومرتبطين فيها بشكل أو بآخر. وأرسلت هنا السعودية الدبلوماسي السعودي محمد سعيد خوجة وحددت إقامته في تايلاند لمدة 3 أشهر، ولكن دامت إقامته بسبب ظروف هذه القضية إلى أكثر من 3 سنوات. وضغطت الحكومة السعودية على الحكومة التايلندية، وتحت هذا الضغط قدروا يوصلوا إلى تاجر الأحجار الكريمة اللي تعامل معاه العامل التايلندي وباع عليه المجوهرات الحقيقية. ووجهت له الحكومة التايلندية تهمة استبدال المجوهرات الحقيقية بمجوهرات مزيفة، وتم اعتباره شاهد رئيسي في هذه القضية. وتحت هذه الظروف الأشخاص المرتبطين بهذه الجريمة بدأوا يرصدوا كل شخص يعرف أي معلومات عن الأشخاص اللي اشتروا من هذا التاجر أو رجال الشرطة اللي يحاولوا يوصلوا للحقيقة، يتم قتلهم في ظروف غامضة. وانقتل تحت هذه الظروف 13 شخص، كان من ضمنهم زوجة وابن تاجر الأحجار الكريمة. بعدها بفترة تم الحكم بالإعدام على الضابط التايلندي اللي قاد عمليات الاغتيال، ولكن الملك التايلندي أصدر أمر بتخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن لمدة 50 سنة، ولكن هذا الضابط خرج بعد 19 سنة من السجن. طبعا السعودية كلفت فريقها الأمني اللي يعمل بالسفارة السعودية في تايلاند بقيادة التحقيق والوصول إلى معلومات عن الأشخاص المتورطين في هذه القضية، وكان يقود هذا الفريق الدبلوماسي القنصل السعودي في تايلاند عبد الله البصري، وكان من فريقه عبد الله المالكي وأحمد السيف وفهد الباهلي. ومع تقدم هذا الفريق في معلوماته جاءت التوجيهات باغتيالهم جميعا، وكان أول الضحايا عبد الله المالكي رحمة الله عليه. كان خارج في أحد الأيام من السيارة متجه إلى بيته، خرج قاتل مجهول وأطلق عليه النار. بعدها بفترة كان القنصل السعودي في تايلاند عبد الله البصري رحمة الله عليه يخرج من سيارته في أحد الأيام ومتجه إلى بيته، وفي هذه اللحظة هجم عليه شخص مجهول وأطلق عليه النار وأردته قتيل. بعدها ب5 دقائق وعلى بعد 2 كيلومترين كان أحمد السيف وفهد الباهلي رحمة الله عليهم خارجين من السفارة متجهين إلى سيارتهم في المواقف، وهناك هاجمهم شخص مجهول وأطلق عليهم النار وأرداهم قتله. بعدها ب2 أسابيع كان في رجل أعمال سعودي اسمه محمد الرويلي. محمد الرويلي كان يملك مكتب استقدام في بانكوك، وكان شاهد على عملية اغتيال القنصل السعودي في تايلاند عبد الله البصري، وكان يعرف معلومات كثيرة عن الأشخاص المتورطين في هذه القضية. في أحد الأيام كان في اتصال بينه وبين أحد من أصدقائه، وكان يتكلم معاه على أنه هو رح يرجع إلى السعودية في فترة قريبة وعنده معلومات خطيرة جدا عن الأشخاص المتورطين في هذه القضية رح يفصح عنها إذا رجع للسعودية. وفي هذا اليوم كان في أشخاص من الشرطة التايلندية يتنصتوا على هذه المكالمة، وفي نفس هذه الليلة هجموا عليه في الفندق وخطفوه وأخذوه إلى مزرعة بعيدة عن تايلاند، وهناك قتلوه وحرقوا جثته وسحقوا عظامه ورموها في البحر. بعد هذا القتل والجرائم المتصاعدة خلونا نرجع نشوف كارن كراي، الشخص اللي بدأت معاه هذه القصة واللي سببت قطع العلاقات مع دولة تايلاند حتى هذه اللحظة. هذه العلاقات لما انقطعت مع تايلاند سببت خسارة سنوية لها تقدر ب10 مليارات دولار نتيجة منع العمالة التايلندية من دخول السعودية ومنع السعوديين من دخول تايلاند تحت أي ظرف، وفرضت اشتراطات كثيرة على رجال الأعمال السعوديين في حال رغبتهم في الاستثمار في تايلاند. العامل التايلندي كارن كراي خرج من السجن بعد ما قضى عقوبة لفترة 2 سنة و8 أشهر، خرج بعفو ملكي لحسن سيرته وسلوكه، وأصبح راهب بوذي ويقول بأنه نادم ويعتقد بأنه جميع مصائبه كانت بسبب لعنة المجوهرات اللي سرقها، وما كان يعرف بأنها راح تسبب كل هذه التبعات، وقرر يصبح راهب بوذي حتى يكفر عن ذنبه ويكرس حياته للأشخاص اللي ماتوا في هذه الحوادث. وأخيرا ودي أقول بأن رجال الشرطة التايلنديين اللي ارتبطوا في هذه القضية هم في واقع الأمر ليسوا رجال شرطة، هم في النهار
يلبسوا زي رجال الشرطة وفي المساء يلبسوا زي رجال العصابات.